بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم مهندس أحمد في سلسلة محاضرات هندسة الجسور والقناة ناجستيك انفراستركتشر. زملائي المهندسين، زميلات المهندسات، إن شاء الله سنبدأ دورة تصميمية ومثال تصميمي لتصميم جسر خرساني مسبق الإجهاد بطريقة الشد اللاحق، أو كما هو واضح أمام ديزاين إكزامبل فور بليس تيست كونكريت بي أس سي جيردر سوبر ستراكشر بريدج ويت كومنتري. وطبعا أحبابنا سيكون كورسنا ومحاضراتنا مكون من 12 محاضرة نستعرض من خلال تصميم السوبر ستراكشر، وإن شاء الله سيكون هناك بارت 2 لهذه المحاضرات وهو يختص بتصميم السب ستراكشر. أي الآن سنصمم البنية العلوية للجسر آمنين لاحقا نتمكن من عمل دورة تصميمية لتصميم البنية العلوية السفلية للجسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل علمنا هذا خالص، عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. مقدمة تعريف الدورة. تصميم جسر خرساني مكون من جزء مسبقة الإجهاد والصب. محاور الدورة كما قلنا شباب، جزء أول تصميم السوبر ستراكشر وجزء الثاني تصميم السب ستراكشر. الآن يا شباب 12 محاضرة و 12 درس نقدمها لتصميم السوبر ستراكشر. الكود والمواصفات المستخدمة، سنقوم باستخدام المواصفات الأمريكية لتصميم الجسور المعروف باسم الـ H2L RFD Bridge Design Specifications SI 4th Edition 2007. طبعا شباب جميع الـ H2L، ما معنى كلمة H2L هناك إن شاء الله نجدها في المحاضرة الأولى مشروحة بإسهاب أكثر، لكن هو هذا عرضنا التقديمي فقط وتعريف فقط بالدورة ومحاورها وتسلسلها، التسلسل الذي سنتبعه في هذه الدورة. هنا شباب نرى صورتان، الصورة الأولى للأشتو 2007 الـSI 4th Edition والصورة الثانية للـSI الإصدار 2012 إصدار 2012. ومحاور الدورة، محاضرة أولى شباب، محاضرة أولى ستكون عبارة يا شباب عن نظرة عامة على كتاب تصميم الجسور، فلسفة التصميم والتطرق لموضوع التصميم والتطرق إلى الجزء الأول من الأشتو وسط الإرادة. إذا المحاضرة الأولى يا شباب والثانية والثالثة ستكون حسب تسلسل الأشتو، نستعرض الجزء الأول والثاني والثالث. في المحاضرة الرابعة سنتطرق مباشرة لموضوع تصميم بلاط الجسر العلوية ونستعرض ذلك من خلال مثال عملي. وفي المحاضرة الخامسة نستمر في تصميم البلاط الجسر العلوية أيضا والاستمرار في أمثلة. وطبعا سيكون شباب هناك عدة أمثلة، لأن هناك عدة طرق لتصميم بلاط الجسر العلوية. في المحاضرة السادسة يا شباب ندخل إلى أهم موضوع تقريبا في موضوع الجسور، وهو تصميم الجوائز أو الجيردر وتحليل أثر حمارة الحية يا شباب، Analysis of Live Loads. وهذا طبعا نتطرق له في المحاضرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. في المحاضرة العاشرة مستمرين أيضا في تصميم الجسر، لكننا يعني سندخل في تصميم البريستريست كونكريت. طبعا يا شباب الأسلوب المتبع في هذه الدورة البريستريست بوست تنشن، أسلوب الشد اللاحق وليس أسلوب الشد السابق، لأنه كما قلنا في البريستريست كونكريت لدينا أسلوب بريتنشن عن بوست تنشن. نحن الآن في الجسور نتبع أسلوب البوست تنشن وهو الدارج أكثر والرائج أكثر، وهو الأفضل حقيقة، هو الأفضل عمليا وتنفيذيا، أسهل في المواقع من البريتنشن. في المحاضرة 11 شباب نتطرق الموضوع ننتقد النهايات وهي المناطق التي تكون على أطراف الجيردرز، وهذه المناطق شباب تعرض لأنواع من الإجهادات إن شاء الله نتعرف لها، بحاجة إلى دراسة مكثفة أكثر من باقي مناطق الجسر، باقي مناطق عفوان الجائز، والتركيز عليها وضع تسليح إضافي لمقاومة هذه الإجهادات الإضافية. وفي المحاضرة 12 وهي المحاضرة الأخيرة في موضوع تصميم السوبر ستراكشر ديزاين، سيكون يا شباب لدينا موضوع تصميم أجهزة الاستناد. طبعا أحبابنا كان طبعا أنا معكم مهندس أحمد. يا شباب هذا الإيميل الظاهر أمامكم، تستطيعون التواصل، والأفضل طبعا يا شباب التواصل من خلال الكومنتس، خلال التعليقات على القناة نفسها إن شاء الله، قناة ماجستيك انفراستراكشر، وعلى الخاص لمن يعني لا يريد الإحراج. ويوجد إن شاء الله صفحة فيسبوك من يريد أن يضيفنا على نفس الاسم أحمد قنو، ونتشرف طبعا بكم. ولا أي ملاحظات يا شباب، أي أخطاء أرجو تنويه لأي خطأ وقع مني، أو ربما شيء الشرح ناقص أو أي شيء يا إخواني، أتقبل بصدر رحب كافة الآراء والمقترحات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.